أنا وين هلا؟ لا خليكي لا تقومي، ارتاحي يا بنتي. حاسة إنه راسي تقيلة كتير، شو السبب؟ الدكتور كان هون قبل شوي فحصك وعطاكي مهدئ مشان ترتاحي وتنامي. أنا شايفتك وبعرفك منيح بس ما بتذكر وين. والله الكابوس اللي شفته خوفني، أنا كنت بجنازة بالمقبرة وأخي هو المتوفي، شفتهم عم يحطوه بالقبر، هو لساته طفل صغير، شو ذنبه بهالدنيا لحتى يقتلو؟ إنجل لساته طفل ما عليه ذنب. هنن قتلوا لأخي، أخي إن كنت توفى مو. أنتي فقدتي الوعي بالجنازة وابني كان عن جابك لعنا. أنتي الخالة نيسا؟ إيه هي أنا. أنا قعدت مع كنعان وهو حكى لي كل شيء، محتار وما بيعرف شو بده يعمل. عجبك لعنا بلكي بتهدي. ارتاحي. بعرف إنه بدك تروحي من هون، بس بالأول لازم تسمعيني يا بنتي. كنعان حكى لك شيء؟ مين المجرم اللي قتله لأخي؟ رجاله هن اللي ساووا هالشيء. صدف. اهدي أنتي شو عم بتساوي؟ سكيني بدي أمشي. كفي. كنعان. صدف شو عم تساوي؟ بدي روح. انت مو منيحه، ما بصير تروحي بهالحاله. اصحك تقرب علي. طيب ارتاحي وبعدين روحي. صدف قلت لك انا بدي روح من هون. مثل ما بدك رح تروحي، بس بالاول يا ريت تسمعي اللي رح اقول لك. يا اسمعيني، في حدا استخدمه لاخوك مشان يقتلني. ما بعرف كيف اقنعوه ولا بشو هددوه، بس انا متاكد انه استخدموه بهاللعبه الوسخه. عدونا واحد يا صدف، ونحن المفروض نتعاون مشان نقدر نكشفه باسرع وقت. الحقير اللي قتله لأخي مين هو؟ يلي قتله لأخي من رجالك مزبوط؟ صدف اللي عمله زلمتك ولا مو زلمتك؟ ايه يلي عمله واحد من زلمي. صدف رح لاقي يلي ورط إنجن ورح دفعه الثمن غالي، وما رح اسكت ابدا. انا وثقت فيك مرة من قبل، ولا تفكر ابدا اني ممكن ارتكب نفس الغلط. لوين رايحة؟ صدف صدف استني شوي. هذا هو اللي قتل أخي؟ انت اللي عملته؟ شبك ساكت؟ هذا هو اللي قتل أخي إنجل؟ صدف اتركي ابني، خليها تروح، هي بحاجة لتقضي لحالة شوية وقت. مين منكم اللي قتلوا لأخي إنجل؟ ولك مين؟ مين المجرم اللي قتل أخي؟ ليش ساكتين؟ مين هو المجرم القاتل؟ مرحبا بابا. سلمت علي للشرطة؟ ما قدرت. شو السبب؟ رحت لأخده من البيت فطلعت مرته على الباب، ما كنت بعرف إنه عنده طفلة عمره شهرين، وهداك الولد قصدي علي لساته صغير وما عنده خبرة بالحياة، بجوز ما يقدر يتحمل الحبس. شو بدك كان يساوي تكين؟ ما بيحق لي أقول هالشي، بس ممكن إنه ما نسلمه للشرطة؟ يا ترى شفتها لأخته؟ شفتها بابا. وعدتها إنه ما رح نأذي إنجن، وما وفيت بوعدي. شو بدي إلا هلأ؟ إلا ما رح سلم اللي قتل أخوك للشرطة؟ أنا أخذت قراري،
روح سلم علي فورا. ما بقدر، خلي عدنان يعمل هالشي عني. شو قلت له؟ قلت له. شو قال؟ قال لا. شو رح يصير؟ انت لاقي حل لهالشي عدنان. ايه بتقول؟ هكان جيبه علي. ماشي اخي فورا. طيب انا جاي. ماني عم احلم، رح نتزوج ما؟ انتي معي هلا، هذا الشيء مو حلم. امشي. لوين رح نروح؟ هلا بتعرف. شكرا. مرحبا تيكين. مرحبا عمي. مع السلامة، روحوا بأمان الله. ما تكون استنيت كتير؟ لا أبدا. شو بك تيكين؟ ولا شي. علي، سمعت انك حكيت له كل شيء لتكين. اخي انا لا تحكي ولك. معقولة عم تعمل هيك بالعيلة اللي عم تحميك وتقاويك؟ هالشي مكتوب بعاداتنا واعرافنا. اذا عم تثق بتكين فانت انتهيت. سمعته لأبي، هو أصدر الحكم. قال علي رح يسلم حاله للشرطة، مزبوط؟ ها؟ في حدا بيقدر يخالف أوامر كنعان كورهان؟ وأنا شو قلت لك؟ ما قلت لك رح ندير بالنا على عيلتك وأنت بالحبس؟ مو هذا يلي صار؟ إيه صحيح. شو يلي سويته لكان؟ لا تخاف، ما رح تنحكم كتير لأنه كان دفاع عن النفس. لهيك يا ريت ما تعملنا مشاكل وتكبر الموضوع، ولا ما عاد منحبك ورح نبطل نحميلك عيلتك ويلي بتحبهم. صح؟ بتمنى ما تنكر معروف العيلة يلي عم تطعميك. تمام؟ تمام أخي. حلو صح؟ ممتاز. يلا امشي. يلا.
مين في هون؟ مين في هون؟ حاجة تلومي كنعان كورهان، وإلا مصيرك رح يكون مثل مصير أخوك. ألو حضرة الضابط، في حدا مقتحم بيتي، ممكن تبعت لي حدا يحقق بالموضوع؟ طيب رح أعطيك العنوان. مانك مبسوط؟ متضايق من الشغل. ليش يعني؟ مو أبوك كنعان صار منيح؟ إيه الحمد لله صحته منيحة. آليا جمور إجت واطمنت على أبوها، مزبوط هالشي؟ وإنتي كيف عرفتي؟ كل الحارة عم تحكي بالموضوع، شغلة كبيرة ترجع بعد كل هالسنين. تغيرت ولا لا؟ ويا ترى رح تبقى مع أبوها؟ لا راحت. تفضلوا، أهلا وسهلا. أهلين وسهلين. أهلين فيكي، متوترة كتير، الفستان جاهز؟ أي جاهز، ورح تحبيه كتير. حضرة العريس لا تواخذنا، رح نخليك تستنى شوي. تفضلي أنسي بتول. شو بتحب تشرب؟ رح يطولوا كتير؟ علي، ليك أخي، أنا بثق فيك. ساوي مثل ما اتفقنا، نحن رح نهتم فيك وأنت بالسجن، ورح نهتم بعائلتك. ماشي يا أخي. يلا. شو مشان تيكي؟ وشو بوتوكين؟
بركي حكى لبابا كنعان الحياة. هو واحد من العيلة وما رح يبيعني. يلا امشي. مثل ما قلت لك هذا اللي صار بالضبط، وانا ما حبيت اتدخل بالموضوع نهائيا لانه هو اللي اجى لعنا وصار اللي صار. اجيت لاعترف لكم بشيء.